لان عشان واحده ست تمد ايدها على فلوس جوزها من وراه، لا ده حرام وربنا ما بيباركش. معانا مين؟ مدام نوره من القاهره، مساء الخير. الو مدام نوره، مساء الخير. الو، المريض طيب مدام شيماء من القاهره، الو، اهلا وسهلا. اهلا بيكي مدام شيماء ولا انسه شيماء؟ انسه شيماء. انسه، اه طيب اهلا بيكي يا انسه شيماء من القاهره. اهلا، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله تمام. بتضحكي على ايه؟ ضحكيني معاكي. لا مفيش يا ستي، ربنا يسعدك ويضحكك ويضحك الناس كلها. لا احنا في عرض، ما عندهاش مشكله. ما عندهاش مشاكل لسه. انسه عندي مشكله، لو مدام هتلاقيها داخله معيطه دلوقتي. اتفضلي يا شيماء، ما انت رايقه، اتفضلي. مخطوبه ومشكلتي مع خطيبي ان في بنات كتير في حياته. مخطوبه وبنات كتير في حياته؟ اه. لا اخلعي، لا انسي، اخلعي قبل ما. بصي 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 يا شيماء، خليني اقول لك على نصيحه يا حبيبتي، انا زي اختك الكبيره ماشي. ثلاث اصناف من الرجاله عمره ما هيتغير الا بطلوع روحه. البخيل، البخيل بتاع الستات، بتاع الستات ها، بتاع المزاج، بتاع المزاج اه، اللي هو بقى مخدرات ما هو اصل خلي بالك، ما هو الخاين او بتاع الستات ما هو هيضطر يكذب عليكي عشان ما تعرفيش هو بيعمل ايه. بالمدمن بتاع المخدرات وبتاع الكيف وبتاع المدمن عموما يعني، برضه هيضطر يكذب لانه بيصرف فلوس كتير وانتي مش عارفه اتصرفت في ايه. والبخيل هيكذب معايا ليكي ويقول لك انا ما معيش فلوس. مفيش. فالكذب صفه مشتركه في الثلاثه الحقيقه. والكذب قافه، قافه الافات. الكذب قافه طبعا، ما هو بس هيكذب عليكي، هيعمل اي حاجه. شيماء بقول لك ايه، فكك متجوزه دي يا حبيبتي. لو عايزه نصيحتي يعني، مفيش امل ان هو يتغير خالص؟ لا والنبي، لا لا لا، ما انا قلت لك هم الثلاثه دول على فكره في خطأ فاحش بيقعوا فيه البنات. هي تتصور انها هتتجوزه وهتغيره، الحقيقه أوه. بقى وبعد خبره سنين بيتغير، ما حدش بيتغير، ما حدش بيتغير. العيب الصغير اللي قد كده يا يعني شيماء صدقيني بيكبر لا بعد حتى الجواز. العيوب الصغيره اللي طبعه عصبي عصبي، واللي طبعه ايا كان الطبع ما بيتغيرش، فما بال بقى الطباع الفاحشه اللي هي تدمر اي علاقه. تمام. فدول لا، ما تعشميش اطلاقا انه هينعدل، لا لا خالص. تمام. بصي يا شيماء، فكك يا حبيبتي من الجوازه دي، تخلع قبل الخلع ما يبقى محاكم. احسن منه، خدي واحد كده ايه يكون بيتقي ربنا، عشان اللي بيخاف ربنا هيخاف عليكي وتقي ربنا فيكي، واللي بيعمل حساب لربنا هيعمل حساب ليكي. واضح بس انها بتحبه يعني، فهو لا بالبنات ما هو اصل حب ايه، ما هو ده في مرحله الحب بيبقى صعب انك تنصحيها، وصعب انها تسمع او يتهيأ لها. لا هي بتحبه يعني، وبالحب هتغيره. لا لا بصي حبيبتي، ما فيش راجل بيتغير. وعايزه اقول لك حاجه، هو فتره الخطوبه لامم نفسه معاكي في كل حاجه، يعني حسيتي ان هو عصبي قد كده، اعرفي ان هو عصبي قد كده بس بيلم نفسه يعني. فكل العيوب الصغيره اللي انت شايفاها ساعه الخطوبه هتكبر قوي بعد الجواز، لان هو بيعتبر ان هو كده خلاص انت بقيتي ملكه او بقيتي بتاعته. طبعا ده اعتقاد خاطئ هنتكلم عنه، ده عايز يوم من اول النهار. لكن الجوازه دي مش لازم تتم ابدا.